جماعة الخير، أنا جمعت سنتين في حياتي كلها عشان أشتري رسيفر. رسيفر اللي هو بتاع القنوات، والله الرسيفر أنا اللي جمعته مفروض إن أنا أتزوج فيه، أبدأ فيه مشروع، لكن هو طايش وكذا. هي 4000 ريال، يعني 5000 جنيه بالنسبة لي، 4000 5000 يعني أنا أتزوج فيها وأبدأ فيها مشروع. لكن كنت إنسان طايش واشتريت رسيفر بيعرض كل الأفلام اللي في أمريكا، يعني حاجة بالتسجيل، رسيفر فخم فخم، ما طلعت من البيت ذيك الأيام. أخذت الرسيفر شفت الأفلام مدة 4 أيام، طفشت، بديت أتحسف، قلت ليه يا محمد أنت دافع المبلغ هذا كله عشان رسيفر زي كذا وعشان أفلام؟ فبديت أتحسف وجد زعلان، فصرت صرت أستخدم، صرت أتعامل مع الرسيفر بطريقة رخمة شوية. والله هو في أداة إنه أنت توقف المقطع وتسجل وتقدم الحاجات دي، فصار الفيلم أول ما يبدأ يكون فيلم مثلا مدة 3 ساعات ماشي، يبدأ لين قبل أن ينتهي بدقيقة أرجعه من جديد، أحاول أكرف كل الممثلين اللي في الفيلم، أحاول أتعبهم. يعني أنا استخدمت بطريقة بايخة، يعني زي عندك مثلا في فيلم رومانسي، الراجل جلس ساعة ونص عشان يقنع البنت إنه يتزوجها، والله ساعة ونص، آخر لقطة خلاص بيحط الخاتم في إصبعها وقفت الفيلم، وإلى الآن متعلقين. والله ما والله ما يتزوج كذا فوضى. فيعني بديت استخدم الرصيف هذا بشكل بايخ. يعني عندك مثلا لما نشتغل فيلم رعب ابدا اشغل بخور عندي في الغرفه عشان الجن ما يطلع، فشغل امهات وكذا اللي هو بخور جن ما يطلع ومداج وشغل قران والحاجات دي. طفشت من الفيلم، طفشت من الرسيفر، وحاسس انه انا ما اقنعني. يعني ايش فيها؟ حتشغل روتانا سينما حتلاقي احمد السقا يقتل كل الناس، فعادي يعني اتفرج احمد السقا. والله قلت انا لازم ابيعه. اخذت واحد غبي من صحابي، كل واحد فينا عنده صاحب غبي مستحيل، فاهم؟ الا انت كنت غبي وصاحبك هو الذكي. والله اخذت صاحبي هذا الغبي قلت له اسمع، هو اسمه رامي، قلت له رامي الرسيفر هذا فيه له ميزه مره حلوه. قال لي يا محمد؟ قلت له الفيلم إذا شفته 3 مرات نفس البطل يجي بيتكم يشوفه معاكم. والله قال لي والله؟ طبعا ما أحلفت، أنا عيب أحلف. قلت له من جد ما يمدي نحلف. اشترى الرسيفر واخذه وصار يتفرج الأفلام ورا بعض. فصار يدق علي يقول لي محمد الممثل لسه ما جاء. أقول لي أنت تعرف السعودية طيرانها مش كويس والتذاكر مشكلة ومدري، يعني هو جاي استنى. والكلام هذا من قبل سنة، الراجل إلى الآن في المطار استنى جيمس بوند وباقي ما جاء. أقول لكم قصة، أنا سويت عرض في جدة في منطقة شعبية، هو منطقة شعبية هنا إحنا عندنا البلد، أنتوا هنا الهرم المنطقة الشعبية، أبو العلا شبرا ولاية كده، لا أبو عرس يا جماعة، يا شبرا يا الهرم يا ولا إمبابة، إحنا عندنا 90 منطقة شعبية. هو واضح إنه ما في إلا منطقة كويسة و70 منطقة شعبية. المهم منطقة شعبية وكان فيها عرض مسوين فيها. ففي واحد ولد حارة هو اللي بيبيع كبدة وبطاطس وبليلة. جاته واحدة كذا كول اللي هي فخمة اللي هي داخلة بجامعة بفلوسها، أبوها معاه مرسيدس، راتبها 7000 مليون جنيه ريال دولار استرليني، حاجة كذا غنية. جت قالت لولد الحارة هذا لو سمحتها أنا عايزة 2 صحن بطاطس تكويه. طبعاً الراجل ما يعرف يعني تكويه، وما ينفع يكون شكله بايخ قدام البنت، لأن البنت كانت جميلة، أنا شفتها من بعيد كانت حلوة يعني. فقال لها أسمع، في كبدة في بطاطس، تكويه ده خلص. هذا قبل العرض، طلعت العرض سويت العرض حقي خلصت نزلت، اللي معايا كانوا نجوم، يعني تعرفوا بدر صالح حق اليوتيوب يشلي؟ ما تعرفوش؟ طب تكلموا تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ هذا زي باسم يوسف عندكم. شوف باسم يوسف، ايوه ده باسم احنا نحبه مدري. هذا زي باسم يوسف بس في السعوديه ماشي؟ فسويت عرض معاهم مع نجوم في السعوديه حقون اعلام جديد. سويت عرض اول واحد، بدعت يعني سويت حاجه حلوه. خلص العرض نزلت قعدت امشي بين المسرح، عايز احد يتصور معايا. والله ما فيش اي احد. رايح جاي لين واحدة كذا من بعيد قالت لي محمد، انبسطت انا قلت محمد هل تبغى تصور معك؟ ايش لا ترد عليها مشهور. نادى الثانية قالت لي محمد، قلت نعم. قالت لي بدر صالح اللي سوى العرض فينه؟ لا يا حيوان ابغاك تصور معاي. قال لي بدر صالح
حرام. قلت ابو حميد مشي الليله دي، هم في النهايه حنتجمع احنا كلنا الثواني العاط وكل الجمهور حيتصور معانا، يعني كذا كذا حتتصور ماشي. وصارت العالم تجي تقول لو سمحت صورني لو. يعني انا استخدموني كاميرا يعني معليش، ايش اللي على المسرح مزهريه يعني كلب قاعد يرغي يعني، احترموني كستاند اب، واذا ما حد يحترمني فهذا المايك وشكرا ويعطيكم الف عافيه. شو هذا